تواصلت فعاليات مبادرة أنت الحياة بالأخضر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يومها الرابع بقرية المعصرة في مركز ملاوي بمحافظة المنيا بهدف تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة وضع فكر وبنية للإنسان على رأس أولويات الأجهزة والمؤسسات. وشاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤسسة حياة كريمة بقافلة امتحانات لمحو الأمية، كما واصلت المبادرة تنفيذ ورش العمل اليومية لتعليم الحرف للسيدات. مشروع حياة كريمة رفع القرية المصرية من مكان لمكانة أخرى خالص، في حتة تانية خالص، إن إحنا حياة كريمة اهتمت بكل مجالات الحياة: صحة، تعليم، اتصالات، بريد، شباب ورياضة، طرق، توصيل غاز للمنازل، بناء منازل. فقرية المعصرة إحدى قرى ملاوي، فإحنا في المبادرة بعملنا إن إحنا كل مدارسنا فتحناها للمبادرة.